فراسكم بلي انه الحكايه ديال سندريلا ممكن انها تعود، لكن ماشي بنهايه ديال ديزني هذه المره. نهايتها غادي تكون غير. شوفوا، معظمنا يجهل انه الطفوله ذاكره قويه، فسبحان الله فينا اللي ينسى بدايه الطفوله ديالو وما عقلش على تفاصيلها، وفينا اللي باقي حاصله ليه في الذاكره واحد الفتره زمنيه اللي مستحيل قدر انه يتخطاها، فتره او لفترات اللي خلاوه يتهرس وما عرفش كيفاش يرمم راسه من جديد. والتهريسه ديال المشاعر راكم عارفين اخطر واشد من التهريسه ديال الذات. حكايه الليلة درس كبير للاباء كيفاش يراعيوا المشاعر ديال ولادهم وكيفاش يأسسوا حياتهم بطريقه اللي هي سليمه، والا النتيجه غادي تكون نتيجه تفاصيل حكايتنا الليلة. فما تمشيو فين وبقاو معايا باش تستافدوا من اخطاء حكايتنا الليلة. سلام سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. هذه حكايتي برنامج للعبره، برنامج اللي فيه الناس كيتقاسموا معنا المعاناه ديالهم، الفشل ديالهم وحتى النجاحات ديالهم، اللي منها كنستافدوا من اخطائهم وفي نفس الوقت كنواسيوهم بصدقه طيبه، يا اما كلمه لتطبطب لهم على قلوبهم، يا اما دعاء، يا اما جرعه ايجابيه لتخليهم يشوفوا الحياه من منظور جديد. اذا كنت جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنت من عائلتنا تنقول لك الدردار. قبل ما ندخلوا في حكايتنا الليلة ما تنساش انك تضغط لتحت على زر الاعجاب اللي ما كيكلفك حتى شي مجهود ولكن تيدير معايا فرق كبير، شكرا. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. صاحبه الحكايه كتقول كاسم مستعار غادي نختار نور. غادي نبدا لكم حكايتي منين عقلت على راسي. اولا ما عنديش ذكريات على بابا نهائيا، لا ماشي حيتاش مات ولكن حيتاش كنت عايشه غير انا واختي اللي كبر مني مع جدي وجده اللي هما الوالدين ديال بابا وعمامي. اللقطه الوحيده اللي كنت عاقله عليها اليومين هذا انه نهار خرجت انا وماما من دار جدي، هذاك النهار اللي كان باقي لاصق ليا مازال ما بين عيني، كانت فيه ماما كتصبن وكانت خاصمات معاهم غادي يتحاماو وغادي يخويو عليها الماء ديال الصابون. هزتني ومشينا لواحد الدار نتاع واحد السيده اللي كانت جارت جدودي. اختي اللي كبر مني كنت باقا كنعقل، كنت كنجر فيها باش نديها معايا، ولكن جدي وجده شدوها انها تبقى معاهم. مشينا عند ديك السيده بقينا عندها يومين، من بعد هزتني ماما ومشينا عند دارهم. بقيت تما انا وياها مع باها وامها وخوالي، وكانوا معنا حتى بنات خوالي. الصراحه داكشي اللي كان تيوقع كان تيألمني وكنت كنتوحش اختي بزاف. واخا كنت صغيره كنت كنقول ماما عافاك سيري جيبي لي اختي، ما بغيتهاش تبقى بعيده علينا، ولكن هي ما كانش كتسوق ليا. مع المده عمي بدا تيدوز من حدانا كيهبط في ديك الجهه فين تنسكنوا، وكنبدا كنتبعو كنقول ليه جيب لي اختي عمي عافاك خاصك تجيب لي اختي، تيقول لي يلا نديك عندها، وانا كنت كنرفض انا نمشي معاه. ماما كانت كتخدم مره مره عند واحد الناس، كنت مره مره تنمشي معاها، وصراحه ما عمرهم كانوا اداوني. دازت مده بديت كنشوف شي حوايج على الام ديالي اللي كديرهم وما كنتش راضيه عليهم ولا داعي للتفاصيل فيهم. دخلتني المدرسه كنمشي ونجي مع البنات تاع الجيران، حدا دار جدودي ديال ماما كاينه المدرسه فين كتقرا اختي الكبيره اللي كنت ديما كنمشي نطلع على الحجره من مورا السور باش نشوفها. وفي السوق الاسبوعي كانت كتطلع عندي حتى للطريق هي ولد عمي وتعطيني شي حاجه ديال الماكله اللي كتكون خباتها ليا. ما كنتش كنمشي نزورها في الاول حيت كنت كنخاف من عمامي. فاش طلعت للرابع وبديت نوعا ما كنوعه، كنت مره مره كنمشي كنجلس معاها غير شويه وكنرجع في حالي، ولكن الام ديالي دارت اغلاط اللي ما قدرتش نساهم لحد الان واللي هما اليوم مدمريني نفسيا. بابا غادي يخطب شي وحده فتره طلاقه من ماما، انا كنت نمشي معاه للمحكمه تيسوني القاضي مع من بغيتي تبقاي، كنقول ليه معاهم بزوج ما يمكنش انا نكون غير مع واحد، ما نقبلش. صراحه ما عرفتش كيفاش غادي نعاود لكم قصتي حيت مليئه بالاحزان مليئه بالالم. كانت عندي احلام وكنت صغيره، كنت كنتمنى نقرا ونكمل قرايتي، ولكن للاسف تلقات ماما وبقينا في دار جدي ديال باها. تعرفت على واحد السيد اللي وعدها بالزواج وتفلى عليها وكتاب انني نشوفها واحد النهار حامله، وحتى حد ما ساق ليها الاخبار. انا ما كنت فاهمه والو حتى كنتفاجئ واحد النهار كتديني معاها وكنمشيو لواحد الدار اللي كنجلسوا فيها وما تنقدروش نخرجوا منها حيت بدات كتبان ليها كرشه، فباش ما يعرفوش الناس بلي امي كانت حامله غتدينا بنت خالتها لديك الدار، وجلسنا فيها مده طويله حتى ولدات. واحد اختها هي اللي كانت كتزيد على هذا الشيء للفساد. ماما ولدات وديك البنت اللي تزات اللي هي اختي كانت زوينه بزاف، ما بقيتش عاقله على الملامح ديالها، حدي بقى عاقله تنقول ليها عافاك ماما ما تعطيهاش لشي حد، راه هذيك اختي خليها معانا. ما سمعتش ليا وعطاتها لبنت خالتها اللي غادي تعطيها شي ناس اخرين، اللي اليوم غادي يكون تقريبا في عمرها 24-25 سنه، ما عرفتش بالضبط ولكن تقريبا هذا هو السن ديالها. وياه شحال تمنيت اني نشوفها ولو غير مره حيت هذا الشيء كان مأثر عليا، ولكن القصه ما تحبساتش هنا،
من بعد ما عطات ماما اختي ما بقيتش حامله انني نبقى في ديك البلاصه. واحد النهار غادي يجي بابا غادي نقول لي بغيت نمشي معاك، وهو يديني جابني عند مراته اللي كتجيه اصلا من العائله شي حاجه بعيده. انا اختي غادي ندفعوا الثمن غالي على والدينا، على اخطاء والدينا. جيت معاه وبقيت مده، كنت كنخاف انني نعس بوحدي، غادي نعاود نرجع عند ماما، حتى لواحد النهار غادي تجي بنت هذوك الناس اللي كانت ماما كبره عندهم، اللي كان واحد العائله اللي هي لاباس عليهم، جات بنتهم اللي كانت كتسكن في المدينه فين تيسكنوا. وقالت لماما اعطيها لي نديها معايا. مشيت معاها، انا كنت غير باغا نهرب ديك الساعه غير ما نبقاش تما وصف. مشيت معاها وانا باقا مازال ما عارفه والو، كتعطيني ولدها واللي كان باقي غير تربيه باش نقابلو ليها، وانا كان خاصني اصلا اللي قابلني. باقا كنعقل كان شعري طويل وكحل، شدتني ودخلتني لواحد البيت قطعته ليا بحال شي دري. كانت كتعطيني صندوق نوقف فوق منه باش نغسل الماعن، كانت كتخرج هي وراجلها وكتخلي ليا داك الولد اللي ما تنعرفش حتى كيفاش ندير ليه. جا واحد العيد قلت لها بغيت نشوف امي، داتني وانا غادا في الطريق وتنبكي حيتاش ما قدراش نمشي عند دار جدي ديال با بشعري بحال هكاك، لابسه واحد الكسيوه وغادا وكنضرك باش نوصل لعندهم. ولكن واخا شافوني هكاك حتى حد ما دار حتى شي حاجه. بقيت في دار جدي مده، كان كيضربني عمي، لا انا لا اختي الكبيره، هادشي كله بلا ما نتكلم في تفاصيل واحد اخرين من الحقره وعنف اللي ما كيتنساوش. دوزت مده وانا معاهم، ومن جديد ما بقيتش قادره نعيش ما بينهم. رجعت عند بابا وجلست معاه، في ديك الوقت تزادت اختي بنته هو، جلست كنربي فيها. من بعد عاوتاني تزاد خويا حتى هو كنربي، وانا مازال صغيره، انا خاص لي ربيني، خاص لي حن عليا. ما كنت كنلقى حتى شي صدر حنين اللي نتكى عليه، كان امي وبا جدي وجده كيحنوا فينا. ولكن ما كانش كافي ولا مقنع، باك ولا امك اللي يشدوك يدوك للمدرسه، والديك اللي تسناوك حدا باب المدرسه، والديك اللي يحسوا بيك ويشبعوك حنان. واخا غير واحد فيهم، ما كان حتى شي حد. عشت مع با ومرتو وسط دارو وكانني خدام على ولادو، عمرو جا عنقني ولا حس بيا. بقى نعقل واحد المره وانا عندي 15 سنه كنت خرجت تلاقيت مع واحد الدري صدفه جات يهضر معايا، وانا تعطلت غير دخلت اعطاني بقتله ديال العصا، عمري نسيتها. من تما ما بقيت خرجت، ديما الدار خوتي والشقاو تماره. مرتو كانت خدامه كتجي حتى الليل كتلقاني درت كلشي، سيق تبدلت وكلت هزيت الفراش خملت ندي ونجيب من المدرسه كندير كلشي. شحال مره كنت كنعس فداك داري وكنقول يا ربي يا ربي دير لي شي مخرج. ما كنتش كنصلي الصراحه، ولكن ديما كنت كنخاف من الله، ارتكبت شحال من اخلاط، ولكن ديما كنت كنرجع وكنطلب منه السماحه وكنقول يا مولاي اغفر لي. واحد الوقت عييت، وقبل ما نوصل 19 سنه خرجت جيت عند عمتي قلت لها عافاك راني بغيت نتعلم شي صنعه ولا شي حاجه اللي كان. دخلت الخياطه وبديت كنتعلم ليها، نص نهار كنتعلم ونص نهار كنخدم في القهوه، كنغسل الماعن ونصوب بيتزا باش نقدر نشري الماتيريال ديال الخياطه. اقسم بالله الا عمرني ما خبيت شي درهم. ديك عمتي الفلوس اللي شديت كنتقدى بهم ليها، ورغم الصغر السن ديالي كنت كنعرف انه حشومه نبقى عند شي حد فابور. واخا هكاك ما خلات ما خرجت عليا فاعله وتاركه. واحد النهار واحد الولد اللي كان تيوصلني من الخدمه للدار لانني كنت كنسالي حتى ل 12 ديال الليل، ما كانت بيني وبينه حتى شي حاجه، كان خدام معايا وصعيب انني نجيب بوحدي، فكان كيرافقني. واحد النهار عمي جا عند عمتي قالت لي خرج قلب عليها، وهي عارفه اصلا الوقت فاش تنجي. بقى كنعقل فاش وصلني الدري وقلت لي شكرا الله يرحم بها الوالدين، وطلعه في الدروج ما عرفتش كيفاش حتى تكركبت منهم، عطاني التصفيقه وبقيت مكركبه وطحت على راسي اللي كله تبوقل. طلعت شديت الركنه بكيت حتى عييت وسكت، شكون غادي يمسح دموعي؟ على من نشكي وشكون غادي يفهمني؟ ما نكرش بلي انني جلست عندها، ولكن ما خرجت فيا غير الكلام العيب. عاوتاني عييت وما لقيت حتى شي صدر حنين عليا، وخرجت كنخدم في الديور. شحال من واحد ما كانش كيشوف فيا بنت صغيره وباغا تخدم، اللي شافني كيشوف فيا الجنس. شحال من واحد تحرش بيا، ولكن كنت ديما كنقول عمرني نفرط في شرفي، عمري ما نمشي في شي طريق اللي ما نقدرش نرجع منها. كنت كنخاف بزاف من مولانا من كل شيء، لدرجة أنه إذا غير ركبت شي تاكسي قلبي كيبقى كيضرب وكيتسنى عليا غير الحال إمتى نوصل. خدمت في الدار الأولى في الثانية في الثالثة، ها اللي كيعطيك ولاد وتربيهم ليه، ها اللي كيعطيك تجفي وتخملي، ها اللي كيعايرك، ها اللي كيحتقرك، حتى درت 18 سنة. كنت ديما بالليل قبل ما نعس تنقول يا ربي راني ما قريت ما كملت أحلامي، يا ربي جيب لي شي ولد الناس على قدي يعوضني حيتاش صافي أنا عييت. رجعت عاوتاني لعند مرت با اللي جلست عندها مدة ديال سنة. تخيلوا خوتها اذا كانوا دايرين شي مناسبه انا اللي كنضرب تماره وكنهز ونحط، عمر با قال هذيك راه بنتي هداو عليها. شحال من مره كندير راسي مريضه كنعس غير باش يجي يحن فيا، وليت
كافرة على البلاصة اللي فيها أمي. من بعد غادي نعرف بلي أنه ولدات بنت واحدة أخرى، وهنا غادي تبدأ مرحلة واحدة أخرى من المعاناة اللي كيخلوني ما كنعرفش نتنفس. درت 19 سنة، واحد النهار مشيت للعرس ديال بنت عمي، وكيف العادة أنا بنت حزينة ما كنضحكش، حيتاش فين ما مشيت بابا ما كانش كيديها فيا ولا كيعطيني الفلوس ولا يقول لي شري شنو خاصك ولا شنو تيعجبك بنتي ولا شنو بغيتي ديري، والو. باقا نعقل كنت لبست تكشيطه كحله ومشيت معاهم، ما نط ما ضحكت ما شطحت ما صفقت، غير جالسه وكنشوفو ساهيه. كاينه عائلتي كلها ولكن ما فيهم حتى شي حد صدرو حنين علينا اولا يديها فيا. سال العرس مشينا، الا غد ليه عمتي غادي تقول لبار غادي نديو معنا نورا باش نديو الفطور لبنتها، مشيت معاها دينا عاونتهم في العشيه رجعنا في حالنا. لا غد لي عيطت لي بنت عمتي قالت لي راه صاحب راجلي راه بغاك للزواج واش تقبلي، حيت كان حاضر النهار ديال العرس وشافني. قلت لي اذا بغاني المعقول انا قابله ومرحبا، اما اذا كان غير غادي يتعدى عليا في اكثر من هادشي اللي انا كنعيش فيه من الاحسن لا. قالت لي لا راه الله يعمرها دار. قالت لي دابا نشوف كيفاش ندير نعيط لك عليه عندي وتلاقاي به وتهضري معاه. فعلا عيطت لي واحد النهار مشيت عندها وجلسنا وهضرنا، ولكن ما كنتش مرتاحه ليه لدرجه انني ما قدرتش حتى نجلس حداه، دويت معاه زوج ديال المرات في التليفون وصاف. قال لي انا غادي نجي نخطبك واذا تفاهمنا ديك الساعه غادي نجي نتزوجوا. قلت لي ان شاء الله ومشيت وما درت فراسي حتى شي حاجه، قلت لي مكتبها الله غادي تكون، ما عمرتش راسي في الليل كتضربني الفيقه وتنحل عيني وتنقول يا ربي اذا مكتب لي هذا السيد يا ربي خليه يكون حنين عليا، حيتاش عييت من القساوه ديال الناس وديال الزمان. دازو شي ايام من بعد دار معايا فوقاش غادي يجي يخطبني من دارنا، عيطت لواحد عمتي وحده اخرى اللي ساكنه حداهم وقلت لها شنو كاين. مشيت عندها للدار وجا هو ومو با واحد السيده من عائلته، شافوني شفتهم ديك السيده اللي جابوا معاهم بحال ما بغاتوش يتزوج بيا، وحتى دارهم ما كانوش مقتنعين بيا، ولكن هو قال لهم انا بغيتها. من بعد مشاو عماماتي عنده وبداو كيتزايدوا معاه في الصداق عليا بحال كيبيعوا فيا. جا جدي هو وجده كانوا شي شويه حنان علينا، قالوا ليه والو على الاقل غادي يدير الخطبه. تخيلوا مشيت بحوايجي اللي شريتهم انا، كنت شريتهم منين كنت خدامه وهم اللي عطيت لراجلي باش يجيبهم ليا، ما شرى ليا والو من ديك 140 الف ريال من غير ديك الخطبه اللي دار ليا في الدار. لبست لبسه بيضاء تصورنا بها وصف. داز يومين جا عندي راجلي وباه تكاتبنا على سنه الله ورسوله، مشيت معاهم هزه صاكي بحال شي وحده ما عندها حتى شي حد، غدا بوحدي سكنت معاها في دارهم. كان قال لي يعطيني عامين نخرجوا ونسكنوا بوحدنا، كان ديك الساعه شافني بلي بقى فيا الحال على العرس اللي ما درتش، فدارهم غادي يديروا لي هو العرس وغادي يتكلف انه يدير لي العماريه وكاع داكشي اللي بغيت بحالي بحال كاع البنات. داكشي اللي ما داروش لي با هو داروا لي. نهار فرحي جا جدي وجده وهما اللي جابوا لي الحولي وجابوا لي الفطور، ولكن امي ما جاتش. نهار عرسي تنبكي حيتاش ما جاتش عندي، ما تفكرتنيش ما حناتش فيا. دازت مده وسكنت انا وراجلي عند الاهل ديالو اللي عطوني واحد البيت الفوق في السطح، ولكن فاش تنفيق كنهبط عندهم وكنشقى في الدار ونمشي نخدم ونجي، والايام غدا بحال هكاك حتى لواحد النهار غادي يقول لي راجلي صافي جلسي ما تبقايش خدامه، حيت كنمشي من الزوج ديال النهار ما كنجي حتى 11 الليل. والدي ما كانتش معاملتهم زوينه معايا وكنت غير كنرد لقلبي وكان على وجهه كنت كنصبر، كنت نعاود ليه ونفش عليه قلبي وتنقول لي ما تعاود حتى شي حاجه. المهم مع الوقت جلست في الدار ولقيت راسي حامله فرحانه، ما غاداش نكذب ربي عودني بهذا ولد الناس عمرو ما تخلى عليا، وعلى الاقل كنت كنلقى على من نشكي اشنو كيضرني في قلبي. كان معايا راجل وما تخلاش عليا في اصعب الظروف، كان تيقول لي صبري ان شاء الله واحد النهار غادي تكوني شي حاجه. ولدت ولدي الاول وجاني اكتئاب حاد اللي ما كنتش عارفه شنو هو، دازت المده ديالو وما كنتش عارفه كيفاش نتصرف معاه. راجلي غادي تجي خدمه على برا وقال لي باش انه نقدروا نطوروا من حياتنا خاصني نصبر معاه وغيخليني واحد المده نتاع سنه ويمشي. مشى وخلانا خلاني بوحدي وعاد مكمل عليا الاكتئاب، كان على الاقل كان تيواسيني. بقيت مع عائلته كنضل نشقى بالنهار وفي العشيه مع ولدي كنقابلو، وانا والالم ديالي غير في هذاك البيت. كنعس ولدي كنبقى تنبكي كنبكي هادشي كله، والام ديالي عمرها ما سولات فيا ولا عليا، تزوجات ولدات بنت وحده اخرى وانا واختي ما كنكبروش مع بعضنا. دازت الايام وبقيت على راجلي ضروري خاصك ترجع ضروري خاصك تجي، جا وما كملش عام. طلبت منه وقلت ليه عافاك ولو غير بيت واحد نكون فيه انا وياك، ولو غير بيت واحد انا راني ما بقيتش قاده. انا اصلا ما كنتش عارفه شنو هو الاكتئاب وداك الشعور اللي كنت كنحس به، وخوه الصغير كان تيعصبني مثلا غير كنكون كنجفف ولا شي حاجه وكيجي كيصطم ليا بالعاني في الماء، كنت كنعاني بزاف. غير هذا كنت كنسمع بودني كلام عليا وكنقول شي ما سمعت، كيف هو صبر معايا تنقول حتى انا صبر. قبل ما نديروا العرس كان اصلا دافع في واحد البارتمان وقالوا لي بلي انه الساروت ديالها غادي يعطيوه لي من بعد عامين. فجاء من السفر ما خلى بيا حتى شي طبيب، ولكن حتى شي حد ما سولني شنو هما الاعراض ديالك باش يعرفوا شنو عندي. وليت نقول غير يا ربي يسرتيها ليا وعطيتيني هاد ولد الناس، ولكن راني كنعاني
يا مولانا رحمني، ديما كنتي رحيم معايا. دار ولدي عام ونص وما قدرتش نستحمل، خرجت كنخدم، قلت يمكن غادي نولي بخير. خدمت فوزين، كنمشي مع السبعة وكنجي مع الربعة د العشية، ولدي كان كيبقى مع حماتي، بعد مرات كتديه للروض يلعب مع الدراري يفوز شوية. كنت كنتخلص ما كنخلي ما ندير معاها، لقيت البنات والحمد لله وترخفت شي شوية وما بقيتش كيفاش كنت، ولكن ما بقوش عندي الأحاسيس، تبدلت تطفيت ووليت كنقلب غير على العزلة. ولدي ما تنخلي ما ندير عليه، حتى وأخيرا جا الفرج، عطاونا الساروت نتاع الدار. قال لي راجلي راه ما فيهم لاش راجم لا والو، قلت ليه نديروا لهم غير الميكا غير يلا نمشيو. جيت انا وياه، كاس هو الاخير ما جبتوش معايا، واخا الناس كانوا جابوا لي الكادوات في العرس ما زيت حتى شي معلقه، حدنا جبنا زربيه ناموسيه والماريو، والبرد كان تيقتل فينا والدار ما مصلوحاش وبلاش راجم. كان عندي واحد البالكون في الكوزينه درت ليه الميكا، كنا كنتجمعوا كاملنا في داك البيت انا وياه ولدنا ونسدوا عنينا. بقيت خدامه وكل مره كنشري شي حاجه كنزيدها في الدار. دازت 5 سنين وانا عندي بيت واحد اللي مفرشاه، كنخدموا بزوج كنتقاتلوا، ولكن عمرو ما فاتني ولا اذاني 10 سنين ديال العشرة، واليومنا هذا عمري عاودت لي على امي ولا اختي الاولى اللي عطاتها امي واللي عمرني ما شفتها واللي كنحلم انني نشوفها ولو دقيقه واحده. من بعد 5 سنين على ولدي الاول حملت مره ثانيه، ولكن ما كتبش انه يكمل، وفي 3 شهور توقف ليه النمو وطاح ليا. الالم والعذاب اللي شفت ديك الفتره كان كلام اخر. من تما قلت ابدا واش نزيد شي حاجه، كنخدم ونجي نخلص على ولدي المدرسه. دار ولدي 7 سنين وبدا كيطلبني راجلي عافاك نزيدو شي حاجه، نزيدو شي وليد غير على قبل ولدنا مع مني التوانس. حملت بولدي الثاني وما كانت قداني فرحه. من بعد ساعتين ما طلعوني من بلوك جاني اكتئاب حاد اخر. فين يبان داك الاول؟ راسي كيقول لي هزي هاد ولدك وقتليه ولا لوحيه. مره راسي تيقول لي سيري انتحري، ما كيخلي ما يقول لي داكشي اللي تيجيني في راسي. كنهزو كنعنقو ونقول يا ربي راني ما بغيتش وليداتي يعيشوا داكشي اللي عشت، يا ربي راني ما بغيتش ندير شي حاجه في وليداتي. كنترجاك يا سيدي ربي، ما بغيتش نعصاك. دوزت 5 ايام ما كتنساش، وداكشي يوميا في راسي كيهضر ديري ديري ديري. وانا كنهز ولدي وكنزيرو كانني كنتحارب مع شي شخص اخر شرير. عيطت على راجلي وقلت ليه اجي عندي، هاشنو كاين وهاشنو كاين؟ كيواسلني وتيقول لي كلشي غادي يفوت. هزيت ولدي وخرجت من السبيطار، من بعد 20 يوم ها هو فاتني الحال وفرحت، قلت حمدتك يا ربي وشكرتك. درنا اسبوع لولدي وفرحنا به باش ما قسم الله، وجيت لداري اليوم الاخر ها هو جاني داكشي كثار من داكشي ديال السبيطار. تخيلوا ما بقيتش كندوق النعاس لا بالليل ولا بالنهار، داكشي غادي وكيجيني في راسي. بديت نقلب على شنو هادشي في التليفون ولقيت بلي هو اكتئاب نتاع ما بعد الولاده، وهذوك الاعراض كلهم اللي فيا نتاع اكتئاب حاد، خصني نمشي عند طبيب نفساني. فعلا مشيت عند شي 3 ولا 4 بدون نتيجه، حتى الاخير طبيب اللي عطاني الدواء ووعدني انني نكون مزيان، ولكن نفسيتي انا حاليا مدمره. مدمره، ومنيتي نكبر ولادي مزيان وما نعيشهمش داكشي اللي عشت. انا الطلب ديالي من هاد القصه كلها بتفاصيلها المحزنه وبتفاصيلها الاخرين اللي ما تعاودوش، انه كل من سمعها يدعي معايا انه مولانا يشافيني ونولي بخير. محتاجه نكون بخير، محتاجه ولادي نعيشهم بخير وما يدقوش المرار كيفاش دقتو. انا ولادي تبعهم كيف الظل ومعاونهم في اي حاجه بغاو غير باش ينجحوا في حياتهم. انا ظالمه راجلي اللي عمري نسى خيره حتى لعند مولانا. كيضرب علينا تماره من نهار ولدت ولدي الثاني وانا جالسه في الدار باش نقابله، وراجلي هزنا كلنا. جات لحقات عليا اختي اللي من امي الصغيره وبنت اختي الاخرى في داري اللي ساكنه معايا، وراجلي صعيب عليه انه يهزنا كاملين. صحيح انه ظروفنا الماديه عويصه، ولكن انا حمد الله وشكر على كل حاجه، وتنقول ما غاديش نعيش ولادي داكشي اللي عشتو انا. بغيت ولادي يخرجوا حسن مني لاني ما قريتش، وانا اليوم كنطلب مولايا العلي القدير ان ولادي يكونوا صالحين. ما ناكلش انا وولادي ياكلوا، ما نتكساش انا وولادي يلبسوا احسن ما كاين، واخا على قد الحال المهم قتل عليهم. ميمكنش كذب عليكم ونقول لكم بلي بيني وبين راجلي ما كينوضوش مرات مشاكل، لا كاينين، ولكن اغلبيتهم مني انا وضميري كيأنبني حيت هامل راسي وحتى راجلي. ومن قصتي بغيت نقول لكل ام انا اليوم اختي وبيبه بنات القصه كلها، كنبغي نقول لكل ام ما تخربيش حياه بنتك، ما تخربوش حياه وليداتكم، ولا ويحطوني بعد شنو نبقى غير مع ولادي ونفرطش في ولادي، وخصوصا البنات لانهم كيعانيو. انا اليوم كنقول لكل ام الا سمح فيك الراجل انتي ما تسمحيش في البنت، حيت كتولي ام وهي كتبقى تعذب، حيت كتولي ام وهي ما تصلحش تكون ام. وهذه هي حكاية نورة، مشاعر طفولة مفقودة. رسالة إلى نورة، شوفي أنا لست بطبيبة وما عندي حتى شي تخصص في علم النفس من غير شي كتيبات اللي قريت، ولكن من الطبيعي أنه هاد الشي كله اللي دستي منه
من كتم مشاعر وفقدان ديال الدور ديال والديك بزوج رغم وجودهم على قيد الحياه، وشنو عشتي وشنو شفتي، وخوتك اللي مزلعين، اختك اللي تعطات وما عرفاش على الخبر اليومين هذا، وتفاصيل اخرى اللي الله اعلم بها. طبيعي انه اليوم دماغك ونفسيتك غادي تتعاملوا بحال هكا. هادشي اللي كتعاودي كله راه ماشي سهل، مزيان حيتاش مشيتي عند طبيب نفسي، لانه خاصك تصارحي مع الماضي ديالك. وانتي كتحكي لي القصه كنتي كتلومي بزاف راسك، علاش؟ سؤالي ليك هو شنو ذنبك اذا حليتي عينك وسط ناس ما نجحوش انهم يكونوا ازواج وعاد انهم يكونوا اباء؟ شنو ذنبك اذا كان هذا هو القدر ديالك؟ نصيحتي لك كاخت، فرحي براسك ونشطي، لانه رغم هادشي كله ما خرجتيش لشي طريق خايبه، وهنا اكبر دليل على انه مولانا رحيم بك. انا كنهن انا وكل من يتابعني الان، وانا فخوره بك، وكدتي لي بلي انه فاقد الشيء يعطيه وبشده. فرحي ونشطي وعمري قلبك بمولانا، وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. وحبسي في انك تلومي روحك، لانه هذا غادي يدي بك غير للهلاك النفسي. وغرمتو بالشخصيه ديالك، وغرمتو بالثبات ديالك رغم الظروف اللي عشتي فيها ودستي منها. اخيرا بغيت نقول واحد الجمله، انا عارفه بلي انه نوره تكسرت بزاف من جهه الاب ديالها، من غير الام ديالها، لانه الاب بالنسبه لبنته شي حاجه عظيمه، ولو يكون قاسي، ولو يكون اناني، ولو ما يعطيهاش قيمه وسط عائلته، كيبقى فارس ليها. ليلا الزمان ولا الظروف يقدروا يبدلوه. رفقا ببناتكم ورفقا زوجاتكم. هذه كانت رسالتي الخاصة. كنتمنى يا مشاهدين يا كرام أنكم ما تبخلوش على نورة بكلماتكم، لأن تشجيعات ديالكم والكلام ديالكم طيب ودعواتكم أقسم لكم بالله إلى بدلوا حياة شحال من وحدة كحكات لي حكاية ديالها. ما تبخلوش عليها في أنكم تنصحوها، تقولوا لها كلام طيب، تشجعوها أيا كان، غير ما تبخلوش عليها. كنتمنى أنه حلقة الليلة تكون عبرة لكل مخطئ، للجميع، ونردوا البال كيفاش كانت تعاملوا. وقبل ما أننا نأسس واحد العائلة نعرفوا معامن وكيفاش. كيف العادة ما تبخلوش عليا أنكم تضغطوا على زر الإعجاب باش الفائدة تعم. دمتم في رعاية الله وحفظه، شكرا على وجودكم، شكرا على متابعتكم لجميع الحلقات. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.